بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن الغسالة ال LG اللي هي الدفع المباشر، طبعا بالدراي والبخار، اللي هي 14 كيلو 8 من 10. هنشرحها ان شاء الله، يكون شرح سهل وبسيط. طبعا ده الموديل بتاعها زي ما احنا شايفين اهوت، وديت البلاجرومات بتاعتها، ودي الاوبشنات بتاعتها، وده الباب بتاعنا، دي الحلة بتاعتنا الستانلس، هنشرحها إن شاء الله يكون شرح سهل وبسيط بإذن الله. بالنسبة لتشغيل الغسالة دي، أول حاجة عند الجوان دهوت، تحت الجوان بخمسة سنتي أو ستة سنتي بمستوى الغسالة، حد جوه من فوق فاضي ومن تحت نحط زي ما احنا عايزين، نقل ما نزيدش، أو قبضة إيدي أهي، بحيث قبضة إيدي بمستوى الغسالة حد جوه من فوق فاضي ومن تحت زي ما احنا عايزين، نقل ما نزيدش. تقريبا السهم اللي عندنا دهوت، السهم اللي في الجنب ده، السهم ده كده بحذاه من تحت مستوى ده كده، الهدوم بتاعتي ما عدش المنطقه دي كده خالص. ليه؟ عشان تنضف معايا اكتر واش حمل على الغساله. البطانيه الكبيره ممنوع، لحاف الفايبر الكبير برضه ممنوع، بحمل على الغساله. ممكن البطانيه الصغيره بتاعت الاطفال او لحاف الفايبر بتاع الاطفال، الكوفرتيات او الدفايات كبير صغير مفيش مشكله، بس ما احطش دفايتين اتنين كبار مع بعض، ما احطش اتنين كوفرتا كبار مع بعض، حمل على الغساله. كوفرتايه واحده كبيره او دفايه واحده كبيره، ممكن احط دفايه كبيره ومعاها دفايه صغيره، ممكن احط كوفرتا كبيره ومعاها كوفرتا صغيره، ممكن احط بطانيه ما تعديش مثلا لو خارط ميه ما تعديش ال 15 كيلو بالميه، يعني تقريبا بطانيه هتبقى ما تعديش 3 كيلو، تقل ما تزيدش. لو انا عايز مثلا بطانيه وكبيره مثلا، ويعني ايه هتبهدلنا في العصر وكده، ممكن اعمل حاجه اغسل البطانيه بره مثلا في بانيو ولا حاجه وانشفها بس في الغساله، وهنوريكم ازاي ننشف بس في اخر الفيديو ان شاء الله. الشرابات، المناديل، الحاجات اللي هي الصغيره كلها، هجيب كيسه بسوسته كده بتتباع في محلات منزليه عامله زي شبكه الكوره، بنحط فيها الشراب والمنديل والاشياء دي. ليه؟ اثناء السرعه بتاعت الغساله ممكن الشراب او المنديل يخش ما بين الحاله الخارجيه اللي هي الستانلس، الحاله الداخليه اللي هي الستانلس، والحاله الخارجيه اللي هي البلاستيك، يعمل لي مشكله في الغساله فيما بعد. فافضل حاجه ان انا اجيب الكيسه دي واحط فيها الشرابات والمنديل والاشياء دي. ده بالنسبه للملابس. بالنسبه عندي هنا في فلتر، الفلتر ده كده كل شهر او كل شهرين بفك الفايز ده الاول، اجيب طبق يكون الحرف بتاعه قليل احطه هنا كده وافك الفايز، اخرج الميه الاول عشان ايه لما نيجي نفك الفلتر ما نغرقش المكان ميه. وبعد ما افك اقوم جاي مدخل الفايز بتاعي في مكانه عادي خالص، واقوم جاي عند الفلتر وافكه شمال، بس انا مش عايز افك الفلتر دلوقتي لان لو فكيت الفلتر هنغرق المكان ميه. افكه شمال، اخرج اي رواسب، اي دبوس، اي زغبار، اي رواسب ولا حاجه، بنضفها كويس تمام. واما اجي اقفله بقفله طبعا يمين عكس ما انا فكيت تمام، واقفل الباب بتاع. الكلام ده كل شهر او كل شهرين مره. بالنسبه للمسحوق بتاعه، بحط هنا تلات ارباع كميه المسحوق، وبحط هنا ربع كميه المسحوق، وبحط هنا الاضافات، داوني، معطر، ملين، مرطب، اي اضافات ايا كان، تلات ارباع الكمية، ربع الكمية، الاضافات. لازم يكون مسحوق اوتوماتيك، ما ينفعش مسحوق عادي، لان المسحوق العادي بيحرق الموتور، لان بيعمل رغوة عالية ويأثر على البوردة، فبيعمل رغوة عالية يعمل لي مشاكل في الاماكن دي. طيب لو انا جيت اسحب الدرج ده كده مش هيتسحب معايا، لازم اضغط على علامة البوش ده، هي اللي هي الصبع ده اهي، هطلعها بره كل برضه شهر او كل شهرين، الدرج اطلعه بره كده، اي اتصال اي رسم حاجة بنضفها كويس، ومن جوه برضه نفس القصة، انضف برضه كويس وركب الدرج عادي خالص سهل زي ما احنا شايفين تمام. المسحوق بتاعنا لو احنا بنحط مثلا كوبايه والهدوم نظيفه جدا، المره اللي بعدها اخليها كوبايه الا ربع، اخليها نص كوبايه، احط ثلاث ارباع نص الكوبايه هنا وربع نص الكوبايه هنا والاضافات هنا، مش بكتر المسحوق بننضف الهدوم، لان كتر المسحوق اصلا بيعمل رغوه عاليه بيأثر لي بالسلب على مكونات الغساله، زائد ممكن اصلا كتر المسحوق يعمل لي بقع في الملابس مع المدى البعيد، زائد ان هو بيعمل لي شروخ في الحله الخارجيه، لان طبعا دي ماده كيماويات، فكيماويات الزياده ممكن تعمل لي شروخ في الحله الخارجيه اللي هي البلاستيك، ممكن يعمل لي مشكله بيل. فاخد احط المسحوق بتاعي بحكمه عشان ايه ينضف معايا كويس، ما ياثرش على المنتج بتاعنا بالسالب. ده بالنسبه للمسحوق بتاعنا. بالنسبه لنظام التشغيل، ده مفتاح الطاقه اللي هو الباور، مجرد انا ضغطت عليه كده قاعد الغساله، اول ما بتقيد الغساله لو ضغطت ستارت اللي هو الاوكيت اكيد تشغيل، هتبدا الغساله تشتغل على برنامج القطن اللي هو القطن اللي هو القطنيات العاديه بتاعتها، هتبدا تسحب ميتها وتغسل وتشطف وتجفف وتصرف، تعمل كل حاجه لوحدها. درجه الحراره هي مظبطاها 40 درجه حراره عادي، اللي فات الاسبان جايبها لي على العالي، الشطف بتاعها النورمال بتاعها اللي هو العادي،
برضو الوش النورمال بتاعها، هي بتظبط نفسها بنفسها. لو انا عايز برنامج تاني غير القطن اجيبه ازاي؟ الغساله مطفيه بقدر غساله، ما بروحش بقى عند ستارتر اوكي تاكيد التشغيل، بقلب من بكره تك يمين او شمال جه القطن تاني كده. عندي البيبي كير اللي هو تعقيم لملابس الاطفال او عنايه بملابس الاطفال، عندي الهايجين اللي هو الغسيل الصحي او الغسيل الطبي اللي هي زي نظام تعقيم كده، الهدوم تطلع ايه شبه متعقمة، بحيث ايه لو في مثلا هدوم داخلية ولا حاجة وعايز فيها بكتيريا ولا حاجة، ده اللي هو ايه التعقيم. عند السبورت وير اللي هي الملابس الرياضية، الوول اللي هو الأصواف، ريفريش اللي هو ترطيب للملابس أو تليين للملابس، ده تحميل الدورة اللي هو ايه رينس وسبين، لو انا غسل بره وهستخدم الغسالة شطف وعصر بس بستخدم اللي هي ايه تحميل الدورة دي. رينس زائد سبين طبعا هنا، لا معلش اسف، ده اللي هو لو انا عايز احمل دوره من على النت، لو انا عايز اخد برنامج احمل انا اعمل برنامج انا على ايدي من على النت بستخدم ايه اللي هو تحميل الدوره دي. عندي هنا طبعا ما حدش بيهتم بيا، في عندي رينس زائد سبين اللي هو الشطف زائد عصر، لو انا غسلت بره وهسمي غسالة شطف وعصر فقط فبستخدم رينس زائد سبين. ديوبت اللي هو اللحاف بس انا حرفيا بستخدمه للاطفال او الكوفرتيات او الدفايات او ما شابه ذلك. بيدنج كير اللي هو عناية بالشرائف اللي هي الفوط والبشاكير والأشياء دي. سنجل شيرت دراي تجفيف قميص واحد، لو أنا عايز أجفف قميص واحد مثلا بستخدم إيه سنجل شيرت دراي. سبيد ووش اللي هو الغسيل السريع، تيشرتات، ملابس رياضية، الحاجات البسيطة أو الحاجات اللي مش متسخة أو نسبة عرق ولا حاجة. وبعد كده القطن، أي برنامج في الدنيا فيه وش ورنس وسبن، غسيل وشطف وعاصر، الا طبعا الجزئين اللي هو الرنس والسبن لوحدهم. لو انا عايز اوبشن زياده فوق البرنامج زي في عندي حاجه اسمها الدراي، لو انا عايز دراي بستخدمه كاوبشن زياده، بدل ما اخد دراي كامل اصلا من اساسه برنامج، لا باخد ايه اللي هو الدراي كاوبشن. في عندي هنا ستيم طيب ستيم ما فيهاش ستيم، ما فيهاش غسيل بالبخار، ما فيهاش ستيم، لا هي دراي بس ما فيهاش ستيم، ما فيهاش غسيل بالبخار. طيب في عندي بقى حاجه اسمها تايم دليل وتأجيل التشغيل، احنا مثلا وليكن هنشغل غساله الساعه مثلا 10 بالليل، وليكن الدور مثلا هيبقى ساعتين، يعني معنى كده هتخلص الساعه 12 بالليل، هتفضل غساله من اول الساعه 12 بالليل لحد تاني يوم الصبح الساعه 7 او الساعه 8. بالذات في الصيف هاجي اخرج الملابس هلاقي الملابس ريحتها مش كويس. في نقطه هتفيدني في الموضوع ده، حاجه اسمها التايم ديلي او دراسه دلوقتي تاجيل التشغيل. تقريبا مثلا هننام وليكن 7 ساعات، الغساله مطفيه بقيت غسلتي خدت البرنامج بتاعي، هقوم جاي عند التايم ديلي او تاجيل التشغيل، لا احنا هننام 7 بسم الله تايم ديلي اهو تايم ديلي، لا احنا هننام 7 ساعات، هقوم داخل ضاغط ستارت، الغساله مش هتشتغل الا قبل ال7 ساعات بوقتها، يعني هي لو وقتها ساعتين هي الساعه 5 وانتم نايمين هتشتغل، الساعه 7 بيفتحوا عينيكم من النوم هتلاقيها مخلصه معاكم، انتم مخلصين غسيل هي مخلص انتم قايمين من النوم هي مخلصه غسيل، لان خرج الملابس هلاقي الملابس فريش مفيش اي مشكله، ده اللي هو التايم ديلي اللي هو تاجيل التشغيل. لو انتم في سفر، لو انتم في عمل ومظبطين نفسكم على الوقت ده بالظبط، نفتح باب الشقه هلاقي مدينا اند، انا بخرج الملابس لاقيها فريش مفيش اي مشكله، ده اللي هو ايه التايم ديلي او ديلي ستارت اللي هو تاجيل التشغيل. ده بقى التايم دراي اللي هو وقت التكييف، لو انا عايزه نص ساعه، لو عايزه ساعه، عايزه ساعه ونص، لو عايزه ساعتين، ساعتين ونص، عايز اقليه خالص زي ما انا عايز. ده اللي هو الالد اللي هو ايه لو انا عايز اضيف حموله تانية في الغساله، بس يفضل ما استخدمش ده. ليه؟ الغساله بقى في قلبها ميه، ممكن افتح الباب كده هيقوم منزل لي نقطه، مع المدى البعيد النقطه دي مع عوامل الطبيعه ممكن تعمل لي برمه في الغساله، فما استخدمش الالد ده. ليه؟ لان هو اصلا بيعمل لي سلبيات بالنسبه للغساله من تحت، يعمل لي برمه. في بعد كده عندي اللي هو التمبريتشر درجه حراره، هي درجه حراره 40، لو انا عايز 60 درجه حراره، لو عايز 95 طبعا 95 بتيجي مع برامج معينة، 95 بتجيلي هنا مع اللي هو الغسيل الصحي، لو انا عايزها 95 عايزها 40 عايزها 60 عايزها كولد بارد خالص، عايزها 30 درجة حرارة زي ما انا عايز. السبين اللي هو الدوران جايب لي هنا عند العالي، لو انا عايزه عالي جدا
لو انا عايز كاستيرا لو اقل من المنخفض، لو انا عايز لو منخفض، لو انا عايز ايه مد اللي هو المتوسط، زي برضو ما انا عايز. لو انا عايز البرنامج هو مظبط نفسه، هو كده كده اصلا مظبط نفسه. في الرنس اللي هو الشطف جايب لي شطفتين اتنين، لو عايز 3 شطفات، لو عايز 4 شطفات، لو عايز 5 شطفات، لو عايز شطفه واحده برضو زي ما انا عايز، ولكن خدت شطفتين مثلا. الوش اللي هو الغسيل جه عند النورمال، لو انت عامل كده اداني انتنسيف اللي هو الكثيف اللي هو ايه الغسيل الشديد. لو انا عايز بري ووش غسله مبدئيه بستخدم غسله مبدئيه. لو انا عايز سك اللي هو النقع برضو بستخدمه. لو انا عايز الغي الغسيل خالص، لو عايز لايت اللي هو اقل حاجه في الغسيل اللي هو حركه ضعيفه زي ما انا عايز، عايز النورمال برضو زي ما احنا عايزين. لو انا عايز اشغل غسالة عن طريق الواي فاي اللي هو الريموت اللي ستارت هو تشغيل عن بعد بستخدمه، بس نادر برضه لما حد بيستخدمه، لان طبعا الريموت لازم ابقى انا ايه موجود هنا في البيت، ما ينفعش اشغلها وانا بره، لان لازم اتك على البعد بايدي. ما ينفعش ان انا ايه اشغل بالريموت اللي انا ايدها عن طريق الريموت، فايه بضطر ان انا اتك بايدي وبعد كده ابقى اكمل بالتليفون. ضغطت باور وضغطت ستارت ومش عايز الاطفال يلعبوا في الغسالة، هقوم متك على الاتنين دول مع بعض، ووش ورينس الاتنين مع تكة طويلة كده بيديني السي ال اللي هو كلوز كده، الغسالة اتقفلت. لو الطفل رحم اي حاجة مستحيل ان يعرف يعمل اي حاجة الا ان هو يطفي الغسالة فقط. هو طفل الغسالة مش هيسكت لان لا امسيك فقط انها لعبة، فهيقيدها وهيجي يلعب فيها ويجي يشغلها، مش هيعرف اه يشغل الغسالة. عشان نفك القفل بنفس الطريقة الاتنين مع بعض بنلغي السي ال اللي هو كلوز، كده اقدر اتعامل مع الغسالة زي ما انا عايز. طيب لو احنا غسلين بره وشاطفين بره وبعدين الغساله تجفف، بس بقوم قايل باور واقوم جاي عند السبين تكه واحده ادانا 13 دقيقه. لو ضغطت ستارت في خلال 13 دقيقه تكون طرد الميه في خلال دقيقه و12 دقيقه تكييف حله. لو قمت عامل كده اداني برده 13 دقيقه، لو قمت عامل كده اداني نو سبين اللي هو بدون عصر كده اداني برده 13 دقيقه زي ما انا عايز، على حسب بقى ايه التكييف اللي انا عايزه. دايما نخلي فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راحة الغسالة، او نشتغل دور اول يوم ودور اخر اليوم، او كل يوم دور. لو اشتغلنا اصلا كل يوم دور مش بعدنا غسيل، لكن مركنش شغل اسبوعين وعامله كله في يوم واحد ده اكبر غلط. اول باول هيبقى افضل واحسن. في عندي برضو اللي هو دورة تنظيف الحوض بعملها ازاي، بقيت باور واجي هنا اتكع على زر التمبريشر والسبين الاتنين مع بعض هيديني تي سي ال اللي هو تنظيف الحوض. لو ضغطت ستارت في خلال تقريبا بيبقى في الغالب بيبقى تقريبا ساعة ونص الغسالة تغسل نفسها وتشطف وتصرف تعمل كل حاجة لوحدها. بجيب ازازة تخلو صغيرة او نص تخلي كبيرة بصبها في قلب الدرج واقفل الدرج بتاعي وبضغط استر، تبدأ الغسالة تسحب ميتها وتغسل نفسها وتشطف وتصرف تعمل كل حاجة لوحدها. ده نظام صيانة الغسالة كل شهرين او كل 3 شهور مرة، هي دورة الخام اللي هي طلعت ساعة ونص لثلاث دقايق. اهم حاجة نخلي فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راحة الغسالة، او نشتغل دور اول يوم ودور اخر يوم، او كل يوم دور. وبعد ما نخلص الغسالة نشيل الفيشة بتاعتنا عشان خاطر لو كهربا جت عالية كهربا جت ضعيفة ما تأثرش بالسلب على البوردة مع المدى البعيد ساعتين تلاتة قدام مبقاش في مشكلة. لو في اي استفسار قولوا، لو في عندكم اي استفسار قولوا. في اي استفسار؟ طيب هنعمل تيست للغسالة باور، بنعمل تيست اهو نختبر كل اجزائها في وقت قليل، كل تكه بتختبر جزء معين في الغساله. طبعا الكل يقول لك الغساله كلها منوره، ده لان ده الاختبار. كده بدات الحله تلف اهي، هتاخد سرعه اعلى كده، ده بسرعة أعلى. كده هتاخد ميه من جنب اللي هو اليمين. طبعا الكلام ده كله اصلا هيتعمل لوحدها، بس انا بطمنكم ان ايه الغسيلة تمام يعني. كده بتاخد ميه من الجهة اللي هي اليمين، كده بتاخد ميه من الجهة اللي هي الشمال. كده صار في المية، كده النهاية بتاعتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.